لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل. أهلا بك معنا أستاذ تيسير. يعني هنا نتحدث عن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي. كيف ترى هذا القرار؟ الحقيقة يعني بنتوجه بالشكر سيادة الرئيس واللجنة العفو وتنسيق شباب الاحزاب وكل الاحزاب اللي بتطالب بمزيد من الحريات للناس، حريات الراي واللي هم محجوزين لاي سبب من الاسباب. وبنشوف النهارده سياده الرئيس في كل المحافل بيطلع ناس من المحجوزين. فرحه طبعا عارمه بان الانسان يخرج من محبسه الى الحريه، وده بياكد ان في حريات في البلد وان البلد فيها حريه الراي والراي الاخر، وده يؤكد على الديمقراطيه ويؤكد على حريه الراي. وفرحه طبعا غير عاديه، وبنبارك للاخ زياد ولكل اخواتنا اللي هم خرجوا، وبنتمنى ليهم تعاون وتفاعل في المجتمع وعوده الى بيوتهم وفرحه لا بعدها فرحه. كل الشكر والتقدير للجنه العفو، كل الشكر والتقدير للتنسيقيه وللاحزاب. شكر خاص لسياده الرئيس اللي بيراعي الناس بمنطق الأب وحبه لأبنائه. نعم أستاذ تيسير، يعني ما دور لجنة العفو الرئاسية خلال الفترة القادمة بإذن الله؟ الحقيقة بوجه تحية كبيرة جدا لجنة العفو، لأنها بتعمل يعني من بص على عدد الناس اللي خرجوا. احنا واصلين النهاردة العدد كويس جدا، يتعدى 900 أو يدخل في الألف أو يتعدى الألف. أعداد كبيرة جدا بتخرج بدراسة من لجنة العفو الرئاسي، بتخرج بيقوموا بدور مهم جدا في دراسة الملفات، بيتأنوا في دراسة الملفات بالفعل وبيوصلوا لنتائج كويسة. وخروج الناس النهاردة، أي واحد النهاردة بيخرج من محبسه للحياة وللطبيعة ويتنفس الهواء الطبيعي ويعيش في وسط الناس، وده شيء سعادة غير عادية. لجنة العفو قايمة بدور كويس جدا وقايمة بدور قوي قوي، وعندها مزيد من الملفات، واتوقع ان الفترة اللي جاية هيبقى في عدد كبير تاني يخرج. واحنا كلنا كأحزاب وكل أحزاب مصر وتنسيق شباب الأحزاب وكل السياسيين فرحانين بالكلام ده، لأن ده بيأكد على حرية الرأي، بيأكد ورسالة للعالم مهمة جدا، إن السيد الرئيس والقيادة السياسية بتعمل على حقوق الانسان والمواطن. النهارده حقوق الانسان بعض الناس ولو انها ما تختزلش في العفو فقط، ولكن حقوق الانسان في كل شيء منها العفو. ده دليل على ان الدوله بتحافظ على حقوق الانسان وبتدي حريه الراي للجميع، حريه الراي للمواطن اللي بيقول او اللي بيقول لا، ولكن في النهايه كلنا ممكن نختلف وجهات النظر لكن لا نختلف على الوطن. محتاجين في الوقت الحالي ان احنا كلنا نبقى ايد واحده، محتاجين في الوقت الحالي ان احنا كلنا نتكاتف مع قيادتنا السياسيه، سواء كان ليا راي معارض او راي مؤيد، لكن في النهايه المواطن في النهايه هو الاهم لينا كلنا وكلنا بنعمل ليه. فلجنه العفو الرئاسي والقياده السياسيه ليها كل الشكر على الخطوات اللي بتتم على ارض الواقع اللي ما فيهاش اي مجال للشك. الناس بتخرج؟ بتخرج. الناس بتمارس حياتها الطبيعيه؟ بتمارس حياتها الطبيعيه. الدوله بتعمل على انهم يرجعوا تاني لشغلهم ويختلطوا بالوضع العام والعائلي والاجتماعي، كلنا بنفتح ايدينا ليهم لانهم اخواتنا، ونتمنى منهم في الفتره اللي جايه ونتمنى مننا جميعا ان احنا نكون مساندين للدوله المصريه من اجل المواطن المصري. ما توقعاتك لردود فعل الشارع المصري حيال هذا القرار الجمهوري؟ ما فيش حد هيبقى زعلان من خروج اي حد من محبسه. اكيد. خروج المحبوس احتياطي او محبوس على ذمه قضيه او محبوس حتى بعفو رئاسي لاي شيء، عودته لاسرته وفرحته للشارع دي فرحه لينا جميعا. نعم. يعني احنا ما فيش حد في الدنيا يحب ان يبقى محبوس ايا كان، حتى لو اخطا برضه بيتمنى ان هو يخرج.
أكيد. فالنهارده الخروج للحياة الطبيعية ده شيء كويس جدا، يعني هي يعني خطوة مبشرة وقرار مبشر ومؤشر لربما قرارات يعني قادمة بإذن الله لعفو رئاسي أيضا قادم في المستقبل القريب بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل على المداخلة الكريمة من حضرتك.